من أجل تصدير ملياري قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي بنهاية 2019 بزيادة قدرها مليار قدم مكعب عن المستويات الحالية البالغة 1.1 مليار قدم مكعب، مصر تستهدف تحقيق قفزة كبيرة بإنتاج الغاز الطبيعي عبر ضخ 7.5 مليار قدم مكعب يومياً من 6.8 مليار قدم مكعب يومياً حالياً. خطة طموحة كشف عنها وزير البترول طارق الملا، فمع اكتشاف إني الإيطالية لحقل ظهر في 2015 والذي يحوي احتياطيات تقدر ب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، تدافعت الشركات العالمية نحو السوق المصرية بشاهية استثمارية لا مثيل لها لتمضي معها مصر نحو ملامسة آفاق التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.